وإلى أنباء البورصة في الختام حيث شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع منتصف تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب في حين مالت تعاملات الأجانب إلى البيع وربح رأس المال السوقي نحو ثلاثة مليارات جنيه وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 0.54% وارتفع مؤشر الشركات الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنسبة 0.34%